توضح الاسهم على انتقال الطاقه من كائن حي الى اخر احنا عارفين في السلاسل او الشبكات الغذائيه السهم بيوضح انتقال الطاقه من كائن ايه الى كائن ايه يبقى طبعا هنا العباره عباره صحيحه رقم خمسة تتأثر الكائنات الحية في بيئة ما بالتغيرات المناخية، طبعا التغير المناخي هنا يأثر على الكائنات الايه؟ على الكائنات الحية، يبقى إذا العبارة عبارة صحيحة. رقم ستة: تبدأ الشبكات الغذائية دائمًا بالكائنات المستهلكة. طبعًا أي شبكة غذائية بتبدأ بالكائنات المنتجة سواء كانت شبكة صحراوية، شبكة غذائية بحرية، أي شبكة غذائية لازم تبدأ بكائن منتج يبقى طبعًا عبارة رقم ستة هي عبارة خاطئة. سؤال آخر: يتكون النظام البيئي من كائنات حية وعناصر غير حية. احنا عارفين ان مكونات النظام البيئي هي الكائنات الحيه زي الانسان والحيوان والنبات والعناصر الغير حيه زي الماء والهواء والتربه اذا العباره عباره صحيحه رقم اثنين يتغذى الصقر على الفئران حيث انه كائن منتج للغذاء يا ترى الصقر او الفار يعتبر كائن منتج للغذاء طبعا هنا العباره عباره خاطئه لان دي كائنات مستهلكه تخلصنا الكائنات المحللة من بقايا الكائنات الميتة، احنا طبعا عارفين إن الكائنات المحللة هي اللي بتعيش على الكائنات الميتة، فطبعا هنا العبارة عبارة صحيحة. أربعة مصدر الطاقة على كوكب الأرض هو الشمس، احنا عارفين إن الشمس هي مصدر معظم الطاقات على الأرض، إذا العبارة رقم أربعة عبارة صحيحة. يعتبر النبات الأخضر كائن منتج للطاقة. احنا عارفين النبات كان بيصنع غذائه بنفسه من ضوء الشمس وعملية البناء الضوئي يبقى إذا النبات هو كائن منتج إذا العبارة عبارة صحيحة سؤال آخر منع الصيد في مناطق المحميات البحرية لا يساعد في حماية البيئة طبعا احنا عارفين ان الصيد الجائر ده بيؤثر على المحميات البحريه اذا العباره رقم واحد عباره خاطئه رقم اتنين مراقبة الأنشطة البرية يساعد في الحفاظ على جودة البيئة البحرية، عرفنا إن أنا لما براعي وأعمل مراقبة لأنشطة البرية، بطبعا بحافظ هنا على جودة البيئة البحرية بعبارة صحيحة، ثلاثة يجب حماية البيئة من التلوث للحفاظ عليها، يجب حماية البيئة من التلوث للحفاظ عليها، طبعا لازم كلنا نحافظ على البيئة ونظافتها يبقى إذا العبارة عبارة صحيحة. اكتفاء احد الكائنات الحيه من السلسله الغذائيه لا يؤثر عليها طبعا احنا قلنا اي غياب من كائنات حيه ده هياثر على السلسله الغذائيه بتاعتي اذا اربعه عباره خاطئه خمسه حدوث تغير ملحوظ في المناخ يؤثر على الشبكه الغذائيه في النظام البيئي طبعا المناخ هنا له دور كبير جدا في الحفاظ على الشبكه الغذائيه فطبعا لو اتغير المناخ دوت هيؤثر على الشبكه الغذائيه اذا خمسه عباره صحيحه سؤال اخر لاحظ الصوره ثم اجب مديني ارنب بيتناول او بيتغذى على جزره وبيقول الكائن الحي الذي ينتج غذائه بنفسه مين هنا الكائن اللي بينتج غذائه بنفسه يا ترى الارنب ولا الجزره اكيد طبعا هي الجزره لان الجزره من النباتات ذاتيه التغذيه اللي هي بتصنع غذائها بنفسها رقم اتنين يحصل نقط على الطاقة من الشمس بطريقة غير مباشرة يبقى طبعا هنا الأرنب بيحصل على طاقة الشمس بطريقة غير مباشرة إزاي؟ ما هو النبات دوت عمل عملية بناء ضوء من ضوء الشمس فبالتالي الأرنب حصل على ضوء الشمس طبعا بطريقة غير مباشرة لما تناول طبعا مين الجزرة سؤال اخر بيقول لي قارن بين انواع الكائنات المستهلكه احنا عارفه ان احنا عندنا ثلاث انواع من الكائنات المستهلكه مستهلكه اوليه ثانويه مستهلكه ثالثه المستهلكه الاوليه طبعا دي الحيوانات اللي بتتغذى على الكائنات المنتجه او النباتات وبنسميها اكلات العشب وبتيجي في ايه تاني مستوى على طول بعد الكائنات المنتجه زي الحشرات زي الارانب طيب الكائنات المستهلكة السنوية هي كائنات بتتغذى على الحشرات والكائنات الأخرى وبتتغذى على النباتات زي طبعا الكائنات الاخرى اللي بتتغذى على النباتات طبعا زي عندي هنا زي الطيور والضفادع. الكائنات المستهلكه الثالثه حيوانات بتسته... بتتغذى على الكائنات المستهلكه الثانويه وبيطلق عليها اكلات اللحوم. زي مين عند الثعبان عند الاسد النمر ودي بتيجي في المستوى السادس سؤال اخر علل لما ياتي تاكل السلاحف البحريه الكثير من المواد البلاستيكيه ليه يا ولاد؟ طبعا هنا السلاحف البحرية معتقدة أن المواد البلاستيكية أو الأكياس البلاستيكية هي الغذاء بتاعها اللي هو أنديل البحر يبقى أقول له كده لأنها بتعتقد أنها أناديل البحر السؤال الثاني بيقول لي علل القاء المواد البلاستيكيه في البحار يؤدي الى الاضرار بالشبكه الغذائيه البحريه طيب ليه المواد البلاستيكيه دي بتؤذي او بتضر الشبكه الغذائيه البحريه اقول له طبعا هنا لانها بتؤدي الى موت السلاحف طبعا لما هي بتبتدي تناولها على اساس ان هي انديل البحر والمواد البلاستيكيه دي حاده وسمه فطبعا هتاثر على السلاحف البحريه وكمان على المرجان سؤال اخر علل لما ياتي الشعاب المرجانيه هامه للانسان يا ترى الشعاب المرجانيه دي ايه فايدتها او مدى اهميتها للانسان هقولك الشعاب المرجانيه دي بتعتبر مناطق سياحيه فطبعا بتجذب السياح بيشغلونا المطاعم بيشغلون الكافيهات بتشغلين بتدخلين عمله صعبه فطبعا الشعاب المرجانيه هامه للانسان كمان علل يا ولاد بيقول لي حدوث ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، إيه سبب حدوث ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية؟ طبعًا هي ارتفاع درجة حرارة الماء، لما حدث تغير في المناخ وارتفعت درجة حرارة الجو، وبالتالي ارتفعت درجة حرارة المياه أدت إلى حدوث ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية. سؤال آخر علل يؤدي اختفاء العشب إلى انتقال الصقور إلى نظام بيئي آخر زي ما قلنا. هي ايه علاقه الاعشاب بالصقور الصقور بتتغذى على او تعتبر من اكلات اللحوم هقول لك ما هو اختفاء العشب هيؤدي الى اختفاء مين اختفاء اكلات العشب اللي كان بيتغذى عليها مين الصقور يبقى بسبب اختفاء اكلات العشب التي يتغذى عليها الصقور كمان علي الاولاد بيقول لي زياده عدد الارانب في نظام بيئي قد يؤدي الى متها لما عدد ارانب مثلا في نظام بيئي معين يزيد عن الحد المطلوب طبعا هيؤدي الى موتها بسبب حدوث التنافس بينها على الغذاء الغذاء اللي موجود مش هيكفيها فبالتالي هتؤدي في النهايه الى موتها سؤال اخر بيقول لي ماذا يحدث اذا حدث جفاف ومات كل العشب في نظام بيئي معين لو جيت في نظام بيئي وحدث جفاف ومات كل العشب اللي موجود في النظام البيئي يا ترى ايه اللي هيحدث طبعا هنا هتموت جميع الكائنات المستهلكه وتتدمر الشبكه الغذائيه لان ما فيش الكائن المنتج اللي هو العشب اللي بيعتبر الطاقه او مصدر الطاقه للكائنات المستهلكه سواء بقى اكلات لحوم او اكلات عشب او اكلات اللحوم اتنين ماذا يحدث اذا كانت هناك امطار غزيره في الصحراء احنا عارفين الامطار الغزيره طبعا ما بتناسبش الصحراء لان الصحراء من خصائصها هي ندره الماء فبالتالي لما تحدث امطار غزيره هتؤدي الى طبعا الفيضانات وتدمر الشبكه الغذائيه او تدمر النظام البيئي سؤال اخر ماذا يحدث اذا تم ازاله العشب من منطقه تعيش بها الارانب لو انا ازلت العشب في منطقه بتعيش بيها الارانب ايه إلا اللي هيحدث طبعا الارانب هنا مش هتلاقي الغذاء بتاعها تبتدي تموت الارانب وتنهار الشبكه الغذائيه سؤال تاني بيقول لي ماذا يحدث اذا تغير المناخ واصبحت المياه دافئه بالمناطق البارده هتكلم هنا بالنسبه للطيور البحريه طبعا بالنسبة للطيور البحرية هتبتدي تهاجر، طب بتهاجر ليه؟ لأن ملقتش الأسماك اللي كانت بتتغذى عليها، طب والأسماك دي راحت فين؟ هاجرت هي كمان، طب هاجرت ليه؟ لأنها الكائنات الدقيقة اللي كانت بتعيش عليها أصبحت مش موجودة بسبب إن المياه أصبحت دافئة، وده ما بيناسبش الكائنات الدقيقة لأنها بتعيش في مياه باردة وليست دافئة. فهنقول هجرة الطيور لمنطقة أخرى نتيجة لموت الكائنات الدقيقة أو هجرتها أو هجرة الأسماك. أجب عما يلي: اذكر اثنين من السلوكيات البشرية التي تسبب فقدان الموطن الطبيعي. إيه من السلوكيات السلبية اللي بيقوم بها الإنسان تؤدي إلى فقدان المواطن الطبيعية؟ طبعًا عندي بناء الطرق والمباني، وكمان عندي الصيد الجاري، دي من السلوكيات البشرية السلبية اللي بتسبب فقدان الموطن الطبيعي. سؤال آخر أجب عما يلي: ما الذي يمكنك فعله لتقليل كمية المواد البلاستيكية التي تصل إلى البيئة البحرية؟ نعمل إيه عشان نقلل المواد البلاستيكية إنها تصل إلى البيئة البحرية؟ نعمل المواد دي إعادة تدوير أو ننظف الشواطئ. نعمل إعادة تدوير وتنظيف الشواطئ. بكده أنا بمنع إن المواد البلاستيكية إنها تصل إلى البيئة البحرية. كون سلسله غذائيه بحريه من الكائنات الحي... الحيه الاتيه عندي رخويات عندي سمكه القرش نجم البحر طحالب عشان قلنا 100 مره يا اولاد لازم عشان اكون سلسله غذائيه لازم اكونها بشكل صحيح يعني ايه اكونها بشكل صحيح يعني لازم ابدا بكائن منتج ادور عندي مين هنا الكائن المنتج طبعا هي الطحالب يبقى ابدا بالطحالب اعمل السهم اللي بيوضح انتقال الطاقه من الطحالب الى مين هنا اكلات الطحالب طبعا انا عندي هنا الرخويات وابتدي اعمل السهم اللي بيوضح انتقال الطاقه من الرخويات الى طبعا هنا اللي يتغذى على الرخويات هو نجم البحر اعمل السهم وطبعا هنا هتظهر مين سمكه القرش اللي هتتغذى على نجم البحر سؤال اخر كون سلسله غذائيه بريه من الكائنات الحيه الاتيه ارنب صقر اعشاب ثعبان بكتيريا نفس الكلام يا ولاد سواء كانت السلسله دي بريه او بحريه او اي سلسله غذائيه لازم ابدا بكائن منتج مين هنا الكائن المنتج طبعا عندي هنا الاعشاب ابدا بيها السلسله الغذائيه بتاعتي الاعشاب وارسم السهم اللي بيوضح انتقال الطاقه من الاعشاب الى اكلات العشب زي الارنب وارسم الطاقه اللي هتنتقل هنا من الارنب كاكل العشب الى طبعا الثعبان كاكل ليه اللحوم وارسم السهم تنتقل طاقة الثعبان إلى طبعا هنا الصقر آكل اللحوم أيضا ثم عند موت الصقر هتقوم البكتيريا بتحليل جثة الإيه طبعا الصقر وإعادة الطاقة تاني إلى البيئة اختر الإجابة الصحيحة مما يلي في حالة زيادة عدد المفترسات فإن أعداد الفرائس يا ترى هيثبت ولا يزداد ولا لا يتأثر ولا تقل في حاله زياده اعداد المفترسات طبعا هنا بتقل اعداد الفرائس بتقل اعداد الفرائس سؤال اخر تنتهي السلسله الغذائيه بكائن احنا عرفنا خلال المفهوم بتاعنا يا اولاد ان السلسله الغذائيه بتنتهي بكائن ايه يا ترى محلل ولا مستهلك ثانوي ولا منتج ولا مستهلك ثالث طبعا هنا السلسله الغذائيه بتنتهي بكائن محلل سؤال اخر تحتاج جزيرة بلاو إلى إنشاء محميات، يا ترى محميات صحراوية ولا بحرية ولا صناعية ولا برية؟ طبعا احنا قلنا جزيرة يعني قطعة من الأرض محاطة بالماء من جميع الاتجاهات يبقى هي محتاجة إنها تنشأ هنا محميات بحرية. سؤال آخر يمكن حماية البيئة البحرية عن طريق أحمي بيئة البحرية إزاي؟ يا ترى عن طريق إن أنا ألقي المخلفات ولا أعمل صيد جائر ولا ألوث البحار ولا إنشاء محميات؟ طبعا حماية البيئة البحرية عن طريق إنشاء محميات. سؤال آخر أي مما يلي يعتبر كائنا منتجا في البيئة البحرية؟ يا ترى الطحالب ولا الرخويات ولا العوالق البحرية ولا سمكة القرش؟ الكائن المنتج هنا هيكون الطحالب. سؤال آخر كل مما يلي تغيرات تضر بالنظام البيئي الصحراوي ما عدا، خد بالك من كلمة ما عدا. يا ترى حدوث الجفاف هيضر بالبيئه الصحراويه اه طبعا والامطار الغزيره هتؤدي الى فيضان فبالتالي هتضر بالبيئه الصحراويه كمان زياده عدد المفترسات هتضر بالبيئه الصحراويه ولكن نزول الامطار الخفيفه هيؤدي الى نمو الاعشاب اللي بتتغذى عليها اكلات الايه العشب يبقى هنا دي الحاجه الوحيده اللي ما بتضرش بالبيئه الصحراويه اللي هي الامطار الخفيفه التغيرات السلبيه التي تحدث في البيئه قد تؤدي الى نقط الكائنات الحيه يا ترى التغيرات السلبيه دي هتؤدي الى زياده الكائنات الحيه ولا انقراض الكائنات الحيه ولا نمو الكائنات الحيه ولا تكاثر الكائنات الحيه طبعا التغيرات السلبيه هتؤدي الى انقراض الكائنات الحيه تاكل السلاحف نقط معتقده انه قنديل البحر يا ترى السلاحف كانت بتاكل ايه الورق ولا الكرتون ولا الخشب ولا البلاستيك طبعا السلاحف كانت بتاكل البلاستيك معتقدة انه أنديل البحر اللي يمثل الغذاء بتاعها بكده تكون حلقتنا انتهت النهاردة يا رب يكون الدرس سهل وبسيط وقدرنا نفهمه وان شاء الله نلتقي مع بعض في حصة قادمة من حصص مادة العلوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته